مواصلة لزيارات العمل والتفتيش، أشرف الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي ردع 2022 بالناحية العسكرية الخامسة في ولاية قسنطينة. وقد أشرف الفريق سعيد شنقريحة في الميدان الخامس للرمي والمناورات لأمدوكال على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية الموسوم ردع 2022، حيث نفذته وحدات الفرقة الأولى المدرعة فضلا عن وحدات من مختلف القوات والأسلحة. الفريق شنقريحة تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة. وأكد التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجالات التنفيذ الناجح للمهام المسندة، كما يعد تنفيذ التمرين نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. ويؤكد التمرين أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة.